إذا جت الساعة الثنتين ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله، أنت غائب عن السعادة. عدل وضع علاقتك مع الله بعروج روحك إليه. أما وإن انتظرت نزوله في جوف الليل، والعجيب أن لله نزول يومي. والله أحبابي في هذا الوقت بعضنا نائم أو بعضنا مشغول. الملك جل في علاه، أقسم بجلال الله طيلة العمر، له موعد لعباده المعذبين، المهمومين، المغمومين، الذين ظلمهم الخلق، ضاقت عليهم مسارب الحياة، الذين إذا قال يا رب تقطعت أصواتهم بالعبرات وسالت قلوبهم بالدماء. الله يعزيهم وهو الملك، فينزل في الثلث الأخير من الليل. هنيئا لك إن كنت مع الذين سيكونون في لقاء الملك، والذين سيستقبلون وصوله إلى السماء الدنيا بسجدة أو برفع يد. ماذا يقول ربي؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أحبابي، يعني كأنه يقول في مهموم يريد أن أمسح عنه العناء. إذا جت الساعة الثنتين ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله، أنت غائب عن السعادة. ولذلك أذكر أن يروى عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول ما صليت الفجر منذ 50 سنة إلا بوضوء العشاء، ليست أساطير. وكان يقول ما أذن مؤذن في المسجد إلا. ولذلك أنا أسأل بعض كبار السن، هل كان عندكم رقاة قديما؟ جدي وجدك وأمي وأمك، هل كان عندهم رقاة؟ هل كان عندهم مصحات؟ ما كان عندهم ترى اكتئاب، كان ذكر لا إله إلا اللهم صل على محمد، تسبيح، تهليل، صلاة. ولذلك واحد يقول يا أخي الجن متورطين مع جدان، والله متورطين، لأن ما عندهم مكان يدخلونه شياطين أن يدخلوا بيوتهم، ذكر تسبيح ما في، ونحن زبائن دائمين لبعضهم. ولذلك كدروا عيشنا، ضيقوا خواطرنا. لذا أعود إلى السر الثاني، وهو الصلاة الخاشعة، الصلاة التي تعرج الروح فيها إلى الله. الثالث من أسرار السعداء أنهم يرضون على الله عند الأخذ كما أنهم يرضون عند الإعطاء. تدرون أحبابي، شكر خاص لكل الذين يحاولون تكدير عيشنا، شكر لهم خاص، وقبلة على رؤوسهم. واحد بيقول قبلة، إن شاء الله قنبلة مش قبلة يا شيخ، يكدرون عيشنا. أتدري لماذا أخي؟ لأن اللي يكدر عيشك يخرج أخلاقك، أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم منك. ثم إذا كدر عيشك ولد تكدير العيش عبادات عظيمة، كظم الغيظ، الصفح عن الناس، العفو عنهم. أسألكم بالله، لو كننا في الدنيا ما أحد يخطئ على الثاني، ممكن يخرج كظم الغيظ، الحلم، العفو، الصفح؟ لا والله ما يخرج. ولذلك أحبابي اللي معنا يكدرون عيشنا، هؤلاء يقدمون لنا معروفا. ولذلك قال الحبيب من كظم غيظا، اسمع الحديث، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، ليس جبان، هو قوي يستطيع أن يرد عليه وأن يأخذ الصاع صاعين وأن لكن تركها لله، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء، جائزة عالية. ويوم القيامة تمنى إذا وقفنا ذاك الموقف، يا ليت أهل دبي كلهم ظلموني، وأهل الرياض شتموني، وأهل مدري إيش. ليه؟ لأنك ترى ماذا؟ ترى أن حقك ليس عليهم، حقك على الله، والله هو العفو وهو الغفور. ثم حتى أختم هذا السر، يا من في قلبك غل أو سجين أو مرض، اعلم أنك لن تسعد والله. لو نقول الواحد خذ هذا الكيس 50 كيلو ضعه على رأسك واصعد البناية هذه، وانزل واصعد وانزل، والله إن عذاب ليس بعده عذاب، شايل معه 50 كيلو. طيب أنت شايل بشر في جيب، في هل يرتاح اللي يصعد بهذه الكيلوات؟ طيب أحد أسباب أنك غير سعيد وغير منشرح الصدر وغير مطمئن، سببها الأثقال والأغلال التي في القلب. ومن الأمراض التي تأسر الإنسان في صدره وتحبسه مرض خطير جدا، والله من دخل هذا المرض في قلبه لا يسعد، ألا وهو عدم الفرح بنعم الله على عباده. السعداء من هم؟ خذ هذه القاعدة في السعادة،
السعيد في الحياة هو الذي يرى نعم الله على عباده كأنما تجمل بها هو. السيارة اللي عندك ترالي أنا فرحان بها أكثر منك، الثوب اللي عليك الجميل هذا والله أنا سعيد برؤيته عليه. أن ترى نعم الله على عباده أنها وهبت أنت إياها، والدليل لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه سر عظيم. ولذلك أحبابي يقول العلماء أن من تعاريف الحسد هو مجرد عدم فرح العبد بنعمة الله على عبد، لو لم تتمنى زوالها. بعض الناس يقول قهر، والله مو كفو، غبي، لكن ما أدري سبحان الله الدنيا حظوظ، ويضرب الطاولة زعلان. يا أخي هذا عطاء الله، هذا قضاء الله، هذا رزق الله، هذا موهبة الله، فلماذا تعترض بين الوهاب وهو الملك الرب ورب رب العالمين، تعترض بينه وبين عباده؟ فإذا لم تصل إلى درجة الفرح برؤية نعم الله على غيرك أنها كأنها عليك، لن تصل إلى السعادة. أنا وقتي أظن انتهى، يبقى آخر سر من أسرار السعادة، وهي كثيرة حقيقة لكني أخذت قفزت بعضها منها. أيها الأحباب، هندسة السعادة ما هي؟ هندسة إدخال الفرحة إلى قلوب متضجرة، يعني مو بقلبك أنت، هي هندسة من أدق من النانو، هندسة دقيقة جدا، وهو أن تحاول أن تسعد غيرك، أن تنقل الفرحة والسعادة إلى قلب ما كان يظن أنه سيفرح يوما، يوم أن تمسح العناء عن تلك الوجوه وتلك الدمعات. أذكر أنه في رمضان من سنوات أتى أحد التجار في ليلة 27، قال يا شيخ أنا لدي مال أريد أن أخرجه، تدلني على جمعية؟ قلت أنا أدلك على السجن، اذهب للسجن، وأصحاب الحقوق الخاصة حاول مع ضباط السجن أن تطلب الملفات وتسدد عن مجموعة، هم يأسوا أن يعيدوا مع أبنائهم. وذهب هناك وكان مخرج مبلغ، فلما رأى الأطفال يلتفون بأيديهم على الآباء، والبنيات نزلت بعضهن تمسك رجل الأب وتبكي، وبعض الآباء نازل معها الشنطة، وعند بوابة السجن يقبلونهم وما كانوا يظنون أنهم سيعيشون العيد معهم، بكى. ثم ضاعف المبلغ 3 مرات، قال طلعوا كل واحد مبلغ، وضع سقف مبلغ كل واحد عليه هذا المبلغ يخرج، فأخرجوا بشرا، وكان جالس على اليمين وقد تلثم حتى لا يراه أحد، قال والله إن اللذة في الإنفاق ليس في الجمع، ووالله صدق. إن أحبابي بعضنا يحتاج إلى تفريج كربة، وبعض الناس يحتاج إلى تنفيس كربة، والتفريج إزالة الكربة كاملة، إن استطعت فحسن، إن لم تستطع تفريجها فنفس، نفس. بعض الناس يحتاج إلى فضفضة، إن تألمي لألم غيري يسعدني، مع أن الحديث كان عن الألم.